بشتغل من هون ومن هون ومن هون لحتى أقدم لهم. وفي رقبتي 6 أولاد وأبوهن توفى في الشام عامل بلدي. عندي 2 معتقلين ما بنعرف انه عنهم شيء، اولادهم يعني كلهم في رقبتي. والوقت هاي انه يعني اذا فلحنا يعني املاكهم، ما فلحت رجال خسارة عمري 60 70 80 سنة. ننزح والله أجار المعنى ما تورمى في معاي، والله يكون بالعون بجاه النبي محمد. وهاي أعمالنا وهاي شغلنا.